الحالية 9:30 بالتوقيت المحلي، هي 8:30 بالتوقيت غرينتش. إن شاء الله الفيديو نديروه من محطة القطار طنجة ملابطة، هي كاين محطة وحدة هنا. تفتحنا خاي؟ اسمح لي الله يرحمه بك. كنشوف القدام. الله يرحم والديك، بسم الله. الباركي بالاداء. احنا يا غادي نخلصوا ما نخلصوا فيه بزاف. اذا ما كنصوروا والو، ولا هي كاين حمى الشمس اللي صورناها دابا. غنديروا الرامب ثم نخلصوا. القطار كاين المصحة الدولية طنجة اللي كاين هنايا بجوار هاد لاكارتران. هاد المصحات اللي تزادو جدادين، مكاينش كاميرا صغيرة اللي كنت قرر ندير واحد الفيديو على مجموعة ديال المصحات في مدينة طنجة، إلا أن الكاميرا الصغيرة ضاعت صافي تهلكت. دابا كنصورو جو برو، جو برو الصوت ديالو ضعيف بزاف لان الميكروفون فيه مخبأ داخل مخبأ. سمعت نهار الجمعة كانت واحد الوقفة احتجاجية، واش ديال فلسطين كانت هنايا مع العشية كوسنا هنا الطوموبيل؟ إذا صافي الله يعاونك. الشارع يدوز فيه شارع اسبانيا ثم شارع محمد الخامس. احنا هنا دابا في النجمة، المنطقة اللي كانت فيها النجمة هنايا نزولوها في التسعينات. ساحات الروداني وابراهيم الروداني النقاش.
الشعبي المغربي الذي اقتل بالرصاص في الدار البيضاء والستينات من المؤسسين للنقابة في المغرب. ودابا بدا الصباح التقاطع الشريع شريع يوسف بن تشفين. أنا كنت وجد في شريع محمد الخامس شارع يوسف بن تشفين ساحة الأمم يدوز تقاطع شارع المقاومة وبريد الكبير شريع محمد الخامس مع فندق النظرة يبدأ موضوع الباسطور القنصلية الفرنسية وهنا النقطة ديال نهاية باسطور وبداية شارع بلجيكا صلى الله عليك يبقى على اليسار مسجد محمد الخامس على اليمين الشارع الحسن الثاني المؤدي إلى مرشد
وصلنا الى نقطة حي إيبيريا. بداية شريعة بلجيكا فهد الرقوان وبداية شريعة الحبيب بلقيمة. وعلى اليسار غادي تابع البعثة الإسبانية اللي فيها البلاصة الإسبانية ثم القنصلية الإسبانية اللي على اليسار. الشاطبي على اليسار والزنقة على اليمين اللي هي كتبانش مزيان وهي خليتها على اليمين اللي هي سيدي البخاري اللي كتمشي لدرادم. إذا كاب سبارتيل المنزل الرميلات على اليمين كذلك مرتالة الله غير رجع مرتالة أو البلايا على اليمين جبل كبير هيا غنمشيو اتجاه المجاهدين ان شاء الله. هاي شارع سيدي عمر كاين تاع هنايا وكيبدا طريق المجاهدين. المجاهدين مدرسة المجاهدين.